أعلنت الأمم المتحدة أن التصويت على منح الأردن مقعداً غير دائم في مجلس الأمن سيجرى في السادس من كانون الأول المقبل في الجمعية العامة. وأكد وزير الخارجية ناصر جودة أن الأردن وفي حال حصوله على المقعد فإنه سيترأس مجلس الأمن في كانون الثاني المقبل، نظراً لأن الآلية المتبعة لرئاسة المجلس تتبع الترتيب الأبجدي للدول الخمسة عشرة أعضاء. يستمع مجلس النواب غدا إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية عام 2014 والذي سيلقيه أمام المجلس وزير المالية الدكتور أمية طوقان. ومن المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الدكتور عبدالله نسور كلمة توضيحية لسياسات الحكومة المالية والاقتصادية خلال جلسة، ويأتي ذلك بعد أن أحالت الحكومة إلى النواب مشروع قانون الموازنة للعام 2014 ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية للعام 2014 خلال الأسبوع الماضي. أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عدم تلقيها حتى اليوم أي طعن أمام محكمة استئناف عمان بصحة فوز ونيابة هيثم أبو خديجة ومفلح العشابات الفائزين بالانتخابات الفرعية عن الدائرة الأولى في عمان والرابعة في الكرك، فيما أوضحت الدائرة القانونية في الهيئة أن مدة الطعن بصحة فوز النائبين تنتهي يوم الاثنين المقبل في 25 من الشهر الجاري. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن نحو 9 ملايين شخص في سوريا يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، من بينهم 6 ملايين شخص شردوا نتيجة الحرب الدائرة في البلاد منذ 3 أعوام، مشيرا إلى أن انعدام الأمن يصعب فرص المنظمات الإنسانية في توفير المساعدات للمحتاجين في مختلف المناطق السورية. وأكد المكتب التابع للأمم المتحدة أن برنامج الأغذية العالمي استطاع الوصول إلى 30% من المحتاجين هذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي.